يا اهلا فيكم هني في البحرين وبالتحديد من مشروع واحد في قلالي، وخلونا ناخذكم اليوم في جوله بسيطه في المشروع. طبعا نبتدي وياكم من المدخل، مثل ما نشوف مدخل اللي ذوي الاحتياجات الخاصه وعربات الاطفال، وهذه المساحه عندنا مساحه للشواي حق السكن اللي موجودين في المنطقه، وبنشوف وياكم بعض المرافق اللي موجوده في المبنى. وصلنا وياكم الى شقه العرض، مساحتها 133 متر مربع، ومثل ما بتشوفون بيكون عندنا غرفتين نوم او ثلاث غرف نوم في كل شقه، وايضا اربع حمامات، وفي نفس الوقت غرفه خادمه ومساحه للغسيل ومطبخ وصاله مثل ما تشوفونها، وايضا موقفين لكل سياره في الشقه. حاليا ننتقل وياكم الى المطبخ، ومثل ما نشوف مساحه المطبخ جدا ممتازه، وبتكون مع كل شقه كبتات المطبخ والمغسله. عن تصميم مشروع واحتي، تم مراعاه الخصوصيه للعوائل البحرينيه، فتم عزل غرف النوم عن الصاله، مثل ما بتشوفون حاليا ان جميع غرف النوم فيها دوره مياه خاصه فيها. الأثاث اللي تم اختيارها حق غرفة النوم الرئيسية ممتاز ومريح ومحبب حق أي أحد يشوفه. هذه غرفة النوم الثالثة، ومثل ما قلت لكم أن سهولة الوصول إلى جميع الأماكن الضرورية مثل محطات البترول والمدارس والمراكز الصحية والمرافق الخدمية قريبة من مشروع واحتي.